يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هل يجوز إعطاء طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا؟ لا، ما يعطى الغني من الزكاة ولو كان طالب علم، إنما يعطى إذا كان طالب علم فقير ولا يتمكن من طلب العلم إلا إذا أعطي من الزكاة، يعطى من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم لا بأس. أما أنه غني تعطيه لأنه طالب علم لا. والمراد بسبيل الله الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان، يعني ليس لهم رواتب، هذا المراد بسبيل الله. نعم.